بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، أهلا بكم أبنائي الطلاب في الصف الخامس الابتدائي في مادة التوحيد، اليوم إن شاء الله سوف نأخذ الدرس الثامن وهو بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة المنورة. المدينه النبويه وقد صحبه في هجرته افضل الصحابه رضي الله عنهم من هو هذا الصحابي هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه اذكر اسما اخر للمدينه المنوره آه الاسم الاخر للمدينه المنوره هو ايضا كانت تسمى بيثرب عناصر الدرس لما اشتد اذى المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم في مكه هاجر الى المدينه وقد صحبه في هجرته ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه فاقام دوله الاسلام بالمدينه الم... بالمدينه وكان اول عمل قام به بناء المسجد وفي المدينه شرعت بقيه احكام الدين كالصيام والحج وقويت شوكه الاسلام حتى اظهر حتى أظهر أناس الإسلام وأبطنوا الكفر هم الذين يسمون المنافقون نشاط رقم واحد برجوع إلى ما درسته في مادة الفقس تجد أن الصيام والأذان والحج شرعات في المدينة بعد الهجرة فعلى أي شيء يدل ذلك يدل على ذلك على أن الإسلام لم يقوى إلا في المدينة بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة كان هنالك له انصار كثر فكانوا يمارسون الصلاه ويؤدون الصلاه وجميع اركان الاسلام في المدينه من دون اذى من المشركين، فهنالك قويت شوكه الاسلام. صفاته صلى الله عليه وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، معنى الجود هنا هو أي الكرم، وكان أحسن الناس خلقًا خلقًا وخلقًا وأطيبهم ريحًا، لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، وكان خلقه القرآن، وكان أكثر الناس تواضعًا وسُئل وما سُئل شيئًا قط فقال لا وما عاب طعاما قط إن اشتهاه اكله وإلا تركه وكان يحب الحلواء والعسل وكان يقبل, يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة بعض معالم حياة صلى الله عليه وسلم وقعت وم وقعت معارك وغزوات للنبي صلى الله عليه وسلم، وانتصر صلى الله عليه وسلم فيها إلا غزوة أُحد، ولله في ذلك حكمة، وفتح الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة للهجرة، في السنة العاشرة من الهجرة حج النبي حج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ونزل عليه وهو واقف في عرفة قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وفي السنة الحادية عشر توفي الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وقد كان عمره صلى الله عليه وسلم ثلاث وست وستين عاما أربعون عامًا قبل النبوة عرف خلالها بالأخلاق الكريمة والصفات الفاضية، وثلاثة وعشرون عامًا نبيًا ورسولا قضاها في الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وتبليغ الرسالة وأداء الأمانة صلى الله عليه وسلم. الأسئلة: السؤال الأول: كم عدد مجموع سنوات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عددها ثلاث وعشرون. سنه. كم كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم حينما هاجر الى المدينه؟ كان عمره 53 سنه. كم سنه عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته الى المدينه؟ عاش صلى الله عليه وسلم 10 سنين. ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقدم يقدم له طعام؟ لا يعيب طعاما قط ان اشتهاه اكله والا تركه. الى هنا يكون نهايه الدرس هذا اليوم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين